أهلا وسهلا بكم على قناتي في اليوتيوب. أتمنى اللايك والسبسكرايب ودعم هذا المحتوى. اليوم طبعا راح أشوفكم بعض المناظر الطبيعية اللي موجودة في النمسا الخلابة، وبنفس الوقت هو الطريق المؤدي إلى قلعة دويتش لاندسبيرغ. قلعة دويتش لاندسبيرغ تقع جنوب شرق مدينة شتايرمارك في النمسا، وهذه القلعة هي قلعة تاريخية أثرية لها حكاية وقصة، وهي على ارتفاع 500 متر فوق نهر لاستنيتس. وهذه القلعة تعود إلى الحياة الاستيطانية في العصور القديمة، حيث بنيت هذه القلعة في عام 1153 ميلادي. يا أصدقائي، إلى اللقطات اللي صورتها. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم راح أشوفكم بعض المناظر واللقطات الطبيعية من جمال وطبيعة أحد المدن النمساوية التي تقع جنوب شرق النمسا بالقرب من حدود إيطاليا. طبعا هذا ما يسمى بالكلاوسة. أكو هناك فوق قلعة، هاي القلعة كانت في ذاك الزمان يحكموها ملك واحد، شلون بالأفلام الأجنبية شلون لسبارتا، وعندهم طبعا جنود ومملكة ويحاولون يحافظون على هاي المملكة. هاي المدينة تقريبا يكون عدد أنفار الناس اللي بيها أكثر من 100 شخص. طبعا الجيوش اللي تريد تحتل هاي البورك أو هاي البيوت أو هاي القلعة طبعا يصير صعوبة عليها، فيجوا يخترقوها من هيج أماكن، يحدون الأنهار والجبال في سبيل الوصول لهذا البيت. فراح نروح نشوفه وياكم. يتقصدون السواح دائما بزيارة هذه الأماكن للحصول على الراحة النفسية وعلى تغيير الحالة الروتينية اللي يعيشها هو. مثل ما تشاهد أمامك مناظر طبيعية خلقها الله في هذه الدول، سبحان الخالق. ننزل بعد ونشوفكم بالقريب. تشوفون أصدقائي هاي صخور حقيقية مال الجبل. طبعا شوفوا هذا المنظر من هنا، روعة وخيال. أخيرا صعدنا ووصلنا إلى قمة الجبل، ووصلنا للقلعة اللي نريد نتعرف عليها، شلون كانوا العالم عايشين بها سكانها قبل 500 سنة، منو كان يحكمها ومنو راد يحتلها هاي القلعة. شوف هناك فوق كانوا يقفون دول اللي يرمون بالسهام اللي يدافعون عن القلعة. يلا خلينا ندخل نشوف نتعرف شوكو بداخلها. هاي البوابة، هذا السور مالتهم، من كانوا يرمون المقاتلين. هاي من هنا الجرس، تكون بها الجرس الساعة. طبعا يقولوا لك القلعة صارت عبارة عن فندق للسواح، يجون يشوفوه. مثل ما تشوفون هذا هو أمامكم مكان قاعدة صايرة، تطلب بيه العصاير والقهوة. شوف هذا المنظر الجميل. يقول لها القلعة كانت قبل 500 سنة، تريد تبقى قلعة خلي العالم تشتغل تسترزق. يقول لي شوف هذا المنظر،
أنا قلت عبالي ألقى بعض من المتحف يعني وهيك شغلات، قال كلها انشالت وانباعت، بقى بس الهيكل وصار فندق. هنا أصدقائي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى اللايك سبسكرايب ودعمنا على القناة وتشيرون المحتوى لكل جميع أصدقائكم. تحياتي لكم.